مراتب الدين ثلاثة. الخصيص كانت دريني فوس. الإسلام. إسلام. وأعلى منه المرتبة الأعلى من الإسلام الإيمان. إنه أخرى خرات إس الإيمان. وأعلى من الإيمان الإحسان. إنه أخرى ضن الإيمان زيت الإحسان. أركان الإسلام خمسة. The pillar of the Islam زين فايف. وأركان الإيمان ستة. The pillar of the Iman زين زس. والإحسان ركن واحد. الإحسان كانت أين بيلار. لابد أن يستقيم البناء، يعني بناء الإسلام الآن هذا يقوم على أركان خمسة. لو أسقطنا ركن من هذه الأركان انهار البناء. Een bouwwerk die berust op deze pilaren als het gaat om de islam. Als een pilaar wegvalt, dan stort dit gebouw in. وكذلك الإيمان بناء يقوم على ستة أعمدة. En dat geldt ook voor de iman, die is gebaseerd of gebouwd op zes pilaren. لو أسقطنا عماد من هذه الأعمدة انهار البناء والله أعلم. Als een van deze pilaren wegvalt, dan valt het bouwwerk in elkaar.